يكونش الشجر خليط النحل، عندنا مشكلة فيه أنه ملي كيبات كيقصح وما كيتكاتش. اليوم غادي نحل لكم هذه المشكلة. هنبداو غنديرو العجينة ديال البريوش على السكر ديال الطحين، قرصة ديال الملح، 5 سنتيمتر ديال الزيت، بيضة، عندنا هنايا 3 المعالق ديال السكر سنيدة، منحاولو منحليوش بزاف، غنديرو 2 معالق ديال الجنجبيل مع 1 معلقة ديال النافع، غنديرو 1 معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، والماء دافي. طاقه العجينه ديال البريوش هذه اللي غتلقاو الصوره ديالها في جلد الفيديو الا ما شفتوش. انا هنا استعملت نصف الكميه، كتاح وتدي 10 دقائق عاد نخدمو فيه. نقسمو العجينه كويرات صغار بحال هكا، جبت 3 ديال الحشوات، عندي هنا كرانك باتيسير الماني، هنا عندي كرانك باتيسير بالشلاط، وكوفيتير ديال المشمش، كوفيتير اختياري، غندير 1 معلقة بحال هكا، نجيبو العجينة ونبقاو نجمعو بحال هكا، كنتأكدو بأنها مجدودة من الدجاج باش متخرجش من داك الحشوة، ونديروها هنا في الطاوة بحال هكا بحال هكا، نستمرو في العملية بحال هكا، هي الطريقة هذه كتشبه الكرواسة، أنا خليتها منها وفيك خليتها منها. تتابع ونكمل العملية في 3 ثواني. مزيان ملي خديوها تخمر تعطي واحد الطبقة زوينة من الفوق، كنغطيوها ونخليوها تخمر لمدة ديال ما بين 1/4 ساعة حتى نص ساعة، وعاد نغطيوها الطبق وغندهنوها مرة أخرى ونرش عليها الجنجبيل. هاهو ملي خمر دابا غندهنوه عاوتاني بالبيض بلاتين فوق، ونحاولو ندهنو دهنة خفيفة باش من شويه 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 شويه
شوفوا يولي شي بي شيشن نديرهم عاوتاني بحال شكل اخر فرديين. خدي الليمون صغار لكن عندي غير وحده بحال هكا. الفكره ان ندهنها بالبيض هكا وجدت هنايا وحده صغيره غنديرها هكا فوق نطلعها شويه ندهنها عاوتاني بالبيض خليها تخمر. شي بالنسبه للفرديين ندهنهم عاوتاني بالبيض كندخلوهم للفران حتى يتحمروا. نفس الشيء بالنسبه للحجم الكبير كندخلوهم للفران حتى نشوفوهم يتحمروا. كنخليوها ترتاح لمدة 5 دقائق عاد كنحبسو عليها الكوفيتير و تاع العسل بحال هكا ونعاودو نرشوها بالجنجلان محمر.